ده ان شاء الله اخر دروس كلها في كونسبت 2 3 واخر جزء في المنهج كله. بيتكلم على البيزكس اوف سبيد، يعني قوانين السرعه او اساسيات السرعه. الاول احنا عايزين نعرف كلمه سبيد يعني ايه. سبيد يعني سرعه. لما عاوز اقول سرعه لعيب ايه هقول له ده اللعيب ماشي بسرعه 20 متر، ينفع اقول له 20 متر واسكت؟ طب ال 20 متر مشيهم في ثانيه ولا في ساعه ولا في دقيقه؟ لازم اقول له بير سكت. او العربيه سرعتها 120 كيلومتر بالاور. يبقى معنى كده ان كلمه سبيد سرعه محتاجه اقول للناس انا مشيت ديستانس قد ايه، مسافه قد ايه، وخدت المسافه دي في وقت قد ايه. يبقى لو قلت لحد انا مشيت 20 كيلو، طب انا كده سريع ولا بطيء؟ يقول لك انت مشيت ال 20 كيلو دول مشيتهم في ثانيه ولا دقيقه ولا ساعه. يبقى لازم اقول له ديستانس ولازم اقول له تايم. يبقى تعريف السبيد ايه؟ ديستانس ترافل ان اماونت اوف تايم. طب ازاي نحسب السبيد؟ قال لك لازم اكون عارف الديستانس المسافه. طب اي مسافه تنفع اقيسها بايه؟ ينفع اقيسها بالمتر او الكيلومتر. واحد بيقيس طول الفصل عنده المسافه بتاعت الفصل بالمتر. طب رايح اسكندريه بالكيلومتر. طيب ازاي نقيس التايم؟ الوقت ينفع بالسكند بالثانيه او المينت او الاور. ينفع سكند او مينت او اور. طب اقدر اقول على بعض كده تعريف السبيد، قانون السبيد؟ سبيد ديستانس ديفايدد تايم. سبيد ديستانس ديفايدد تايم. طب انا الديستانس بقيسها بايه؟ متر. والتايم بقيسها بالسكند. يبقى السبيد اقيسه بايه على ايه؟ احط الاثنين دول على بعض يبقى متر، علامه الديفايدد اعملها كده يبقى متر بير سكند. يبقى دي طريقه، يبقى دي وحده قياس السبيد، ينفع متر بير سكند. طب ينفع حاجه تاني؟ احنا قلنا قانون السبيد ايه؟ السبيد ديستانس ديفايدد تايم. طب ممكن الديستانس اقيسها بالكيلومتر؟ اه لو مسافات كبيره بالكيلومتر. طب لو تايم كبير بالاور. يبقى ينفع اقيس السبيد بايه؟ كيلومتر بير اور. يبقى انا بقيس السرعه بحاجتين، متر بير سكند او كيلومتر بير اور. طب في جمله بيقولها لي كده، السبيد نوت افكت باي دايركشن. ايه معنى الجمله دي؟ لو جيت قلت لك عربيه ماشيه بسرعه 100 كيلومتر بير اور ماشيه الناحيه دي، طب لو مشيت الناحيه دي سرعتها تزيد ولا تقل ولا هي هي؟ هي هي، ملوش علاقه بالاتجاه. انا ماشي سريع غيرت اتجاهي ما سرعتي هي. يبقى السبيد نوت افكت باي دايركشن، يعني مش بيتاثر بالاتجاه. يبقى السبيد بيتاثر بحاجتين، الديستانس والتايم بس، ملوش علاقه بالدايركشن. طب نحل مساله. هنا بيقول لي 5 متر، ده مين ال 5 متر؟ لو لقينا متر يبقى ديستانس. طب لو لقينا سكند يبقى تايم. اقدر اجيب السبيد؟ هقول له السبيد ديستانس ديفايدد تايم 5 اوفر 1 يطلع 5 متر بير سكند. طيب نحل واحده ثاني. بيقول لي امير ران 100 متر ان 20 سكند، نحط خط على الديستانس. فين الديستانس؟ اللي جنبها كلمه متر يبقى ديستانس، واللي جنبها سكند يبقى تايم. يبقى اقول له ده ديستانس وده تايم. ايه قانون السبيد؟ ديستانس ديفايدد تايم 100 ديفايدد 20 تطلع الاجابه 5 متر بير سكند. المساله اللي بعدها مديني رقم بالكيلومتر. اي رقم بالمتر والكيلومتر يبقى ديستانس، اي رقم بالاور يبقى تايم. ايه قانون السبيد؟ ديستانس ديفايدد تايم. يبقى 600 ديفايدد 5 تطلع الاجابه 120. طب ايه؟ في هنا كيلومتر يبقى كيلومتر بير اور، لكن لو متر يبقى متر بير سكند، كيلومتر بير اور. طب لو قال تعمل كومبير ما بين سبيد اوف تو اوبجكت، عايز اقارن بين سرعه جسمين. جه قال لي اول جسم مشي، طب تعال نشوف المساله. واحد مشي 6 كيلومتر والتاني مشي 9 كيلومتر، مين الاسرع؟ هقول له اللي مشي 9 كيلومتر. جيت قلت لك واحد صاحبك اسمه احمد ومنى، احمد ومنى عاملين مسابقه ضد بعض. احمد مشي مسافه 20 متر، منى مشيت مسافه 5 متر، مين الاسرع؟ هقول له احمد. يبقى الاجابه هنا هقول له الجريتر ديستانس، المسافه الاكبر، جريتر سبيد، اللي يمشي مسافه اكتر يبقى اسرع. طب العكس، واحده قالت يا ماما انا رحت المدرسه خدت وقت كتير جدا، يبقى انا ماشي بطيء. طب لو انا خدت وقت قليل يبقى انا ماشي سريع. طب ناخد
طب واحد مش المسألة التانية خد الطريق 1 اور والتاني خدها في 2 اور، مين الاسرع؟ الاسرع السرعة عكس التايم، الوقت الاقل يبقى اسرع. جيت مسابقة عربيات او مسابقة بين لعيبة، جي قال لك مو صلاح وميسي، مو صلاح وصل للجون خد دقيقتين، ميسي خد 4 دقايق، يبقى مين اسرع؟ مو صلاح. يبقى الوقت الاقل هو الاسرع. يبقى ناخدها كده بالانجليش نقول ايه؟ smaller time greater distance، الوقت الاقل هو الاقصر سرعه، smaller time greater speed. طيب نراجع القانون تاني، القانون بيقول ايه؟ speed distance divided. ده القانون. علاقه السبيد مع الديستانس علاقه دايركت. يعني ايه دايركت؟ كل ما الديستانس تزيد السبيد تزيد، ديستانس تقل سبيد تقل. جيت قلت لك انا مشيت مسافه اقل يبقى انا بطيء، مشيت مسافه اكتر يبقى انا سريع. العكس الوقت، وقت كتير يبقى انا سرعتي قليله، وقت قليل يبقى سرعتي كبيره. يبقى السبيد والديستانس اصحاب، السبيد والتايم يكرهوا بعض. نحل شويه اسئله. اول سؤال بيقول لي كار ترافل 90 كيلومتر بالاور، 90 كيلومتر بالاور دي المسافه بتاعته 90 كيلومتر. طب والترافل 60 كيلومتر، مين الاسرع؟ ال 90 اسرع فاست ولا سلو؟ ال 90 كيلومتر فاستر. طب تو كار عربيتين مشوا 500 متر، جريت ذات فين العربيه اللي فينش ذا ريس ان جريتر تايم، اللي خلصت السبق في وقت طويل يبقى ايه؟ سلو. اللي خدت وقت طويل يبقى ابطا. طب لو جه قال لي ديستانس بير تايم، ده تعرف ايه؟ لو لقينا ديستانس وتايم يبقى سبيد. بعد كده هيعمل تجربه، لو في واحد بيعمل مسابقه جري داون، داون يعني نازل منحدر، زي المنحدر اسمه رامب زي الكوبري، هي العربيه وهي نازله الكوبري تبقى سريعه ولا بطيئه؟ قال لك تبقى اسرع، وكل ما تنزل تحت تبقى اسرع، عشان كده لازم الكوبري يتعمل بمواصفات معينه. جايب توي كار ومتر كرولر، وجايب كاب بورد بيبر اللي هو ورق المناديل من جوه التويلت، ورق مناديل التويلت من جوه، وجايب كام كتاب وسيزر مقص وستوب ووتش وبيبر كاب، نشوف ايه اللي يحصل. ابتدى حط كتاب وحط الورق التويلت من هنا وحط العربيات تعدي، عايزين بقى نشوف ايه اللي يحصل. الوقت الاقل معناه ان هو ايه؟ لو التايمليس معناه ان سبيد ايه؟ هاير اسرع، اللي تاخد وقت اقل يبقى اسرع. حطيت ستوب ووتش وشفت مين خدت وقت قليل ونزلت، يبقى هي اسرع واحده. طيب ابتدى هنا. طب لو قلنا اللي يمشي مسافه اكبر، لو الديستانس لونجر يبقى سبيد اكتر او الكاينيتيك اعلى. طب ايه اللي حصل في الجدول ده؟ نبص كده على الجدول. مره حط كتابين، سند الرامب ده بكتابين، مره سند بثلاث كتب. يعني عارفين سند بكتابين معناه ايه؟ سند بكتابين يعني المنحدر عامل كده. طب لو سندت بثلاثه يبقى المنحدر هيبقى مايل اكتر. طب لو سندت باربعه يبقى المنحدر مايل اكتر. طب كل ما الرامب زي كوبري، كوبري معمول كده وكوبري معمول كده وكوبري معمول كده خالص، استنى مين العربيات تنزل عليه اسرع، رقم 1 ولا رقم 2؟ هقول له رقم 2، عشان كده الكباري في مصر ممنوع تتعمل كده، او اي كوبري في العالم ممنوع يتعمل مايل قوي، العربيات هتقع فوق بعض، عشان كده لازم يكون انحداره خفيف زي كده تقدر العربيات ما تخبطش في بعضها. طب لو كوبري عامل كده العربيات هتتزحلق تتقلب. يبقى كل ما نحط كتب اكتر تعمل ايه؟ الكتب الاكتر تزيد الانجل اوف انكلينيشن، انكلايند يعني مايل، انكلايند يعني مايل، كل ما الزاويه بتاعه الميل تزيد كده مش مايل قوي، كده مايل اكتر، كده مايل اكتر، كل ما الزاويه تزيد السرعه تزيد وتاخد وقت اقل. طيب ينفع انا عايزه العربيات بتاعتي تبقى تمشي من غير ما تخبط حد، اعمل كوبري ماشي كده ولا كوبري ماشي كده؟ اختار 1 ولا 2 الامن للعربيات؟ هقول له اختار 1. لو 2 كده العربيات تنزل تخبط في بعض ورا بعض. يبقى كل ما الانجل تزيد، انجل يعني الزاويه، مايل اكتر، كل ما الانجل انكريز سبيد انكريز والتايم ديكريز. طب كل ما الانجل انكريز الديستانس انكريز، ما الديستانس زي السرعه، كل ما الانجل تزيد السبيد تزيد، الديستانس تزيد الوقت يقل. نقول له بالانجلش when the angle increase speed increase distance increase and the time decrease. واحنا قلنا تايم ديكريز يعني الوقت يقل، السبيد انكريز كاينيتيك انكريز، ما الكاينيتيك يحب السبيد. احنا قلنا البوتنشال انرجي يحب الهاي، طاقه الوضع دي البوتنشال انرجي تحب الارتفاع،
والكايناتيك يحب السبيد. طب نحل كام سؤال. بيقول لي if the incline increase, incline يعني الميل, كل ما الميل يزيد الاوبجكت will be ايه؟ faster, هيبقى سريع. هو when the speed increase, السرعة تزيد, الكايناتيك ايه؟ الكايناتيك تحب السبيد. we can use the speed to know the energy. عايز اعرف لو انا عايز السبيد لازم اعرف ايه؟ كاينيتيك انرجي. بعد كده يبتدي يتكلم على الانرجي اند كوليجن, التصادم, طاقه التصادم. كلمه تصادم يعني حاجه خبطت حاجه. كلمه كوليجن يعني بامبنج اور كراشنج اوف تو اوبجكت. بامب يعني دفاع, بامبنج او كراشنج تو اوبجكت. هو لما جسم يخبط جسم ايه اللي يحصل؟ الطاقه اتنقلت للجسم التاني وفي جزء من الطاقه ضاع, ضاع في صوره ايه؟ ساوند. مش الخبطه بتعمل صوت؟ وفي حاجه كمان تاني, الخبطه تخلي هيت, يطلع حراره سيرمال او هيت. زي الانسان القديم عرف الحراره ازاي؟ خبط حجرين ببعض عمل لهم كوليجن, لما خبط الحجرين ببعض طلعوا هيت. يبقى كلمه كوليجن يعني بامبنج اور كراشنج اوف تو اوبجكت. طب ايه اللي يحصل مع الكوليجن؟ هقول له اماونت اوف انرجي ترانسفير وتشينج اوف انرجي, الطاقه تتغير تتحول لساوند, تتحول لسيرمال. يبقى في انرجي ترانسفير وفي انرجي تشينج او ترانسفورم. احنا قلنا الانرجي ينفع ترانسفير تتنقل تروح من واحد للتاني او ترانسفورم تتحول. يبقى لما يحصل كوليجن في ترانسفير وفي ترانسفورم. زي ايه؟ الولد ده خبط في عمود النور, الولد ده بيجري وراح خبط في الترافيك ساين. ترافيك ساين يعني اشاره المرور. طيب ايه اللي يحصل؟ في كذا حاجه ممكن تحصل. اول حاجه ويل ستوب موف فورورد, مش هيتحرك لقدام. فورورد يعني مش هيطلع لقدام الولد. او ممكن الولد ده باونس اوف. يعني ايه باونس اوف؟ يعني الولد يترد الناحيه الثانيه, يتخبط فيتقلب الناحيه الثانيه, زي برمي الكره في الارض تجيلي في ايدي. او الترافيك ساين ماي فايبريت, اشاره المرور نفسها تتهز. يبقى في الموقف ده ممكن يحصل كام حاجه. الولد ستوب فورورد مش هيطلع لقدام, يحصل له باونس اوف, يرتد ثاني يعني يتعكس ثاني, او الترافيك ساين فايبريت. طب عايزين بقى نشوف انواع الطاقه اللي اتحولت. اول حاجه الكاينيتيك انرجي, طاقه الحركه راحت من الولد من الجسم للترافيك ساين, دخل الترافيك ساين حصل لها ايه؟ فايبريشن, اتهزت. يبقى كده نقلنا الكاينيتيك انرجي من البادي للترافيك ساين. وجزء من الكاينيتيك انرجي غير اللون اللي بعملها باللون الاخضر, جزء من الكاينيتيك انرجي تحول لساوند. اي كوليجن, اي تصادم, اخبط كده في الترابيزه, اي كوليجن يعمل ساوند. يبقى كده في طاقه ترانسفير اتنقلت من البادي للترافيك ترافيك ساين, وفي جزء اتحول لايه؟ لساوند. طب نحل دول. البايسكل عندها طاقه ايه؟ طاقه كاينيتيك. طب وين سايكلست اللي بيركب العجله اسمه سايكلست؟ وين ذا سايكلست ويز ذا بريك كارد وين كولويد. كلمه كولويد جايه من كلمه كوليجن, تصادم, يعني الولد ده اتخبط. طب مين الطاقه اتنقلت تو ايه؟ اتنقلت تو كارت, اتنقلت للعربيه. العربيه بتشيل العيش اسمها كارت. بعد كده بتكلم على الافكت اوف سبيد اوف كوليجن. يعني ايه معناها؟ احنا اتكلمنا قبل كده على الكاينيتيك انرجي, قلنا الكاينيتيك انرجي طاقه الحركه بتعتمد على مين ومين؟ على الماس والسبيد. عايزين نفهمها اكتر. مين عنده كاينيتيك اكتر, عربيه صغيره ولا عربيه كبيره؟ مين محتاج بنزين اكتر عشان يتحرك؟ عربيه كبيره. يبقى كل ما الماس انكريز كاينيتيك انكريز. طب مين عنده كاينيتيك اعلى, عربيه ماشيه 100 كيلومتر بير اور ودي السبيد بتاعها, ولا عربيه ماشيه 200 كيلومتر بير اور؟ مين عنده طاقه حركه اكتر؟ هقول السبيد اعلى. يبقى الكاينيتيك انرجي بيحب مين ومين؟ يحب الماس ويحب السبيد, يحب الماس ويحب السبيد. هنا بيقول لي باي انكريز سبيد اوف اوبجكت, بيجيب لي هنا عربيه بتخبط في شجره. كل ما السبيد انكريز الانرجي الكوليجن انكريز, طاقه الخبطه تزيد. طب وفي طاقه بتتحول لنوع تاني؟ في جزء من الانرجي بيتحول لهيت ولايت وساوند. في حاجه يا جماعه من كتر التصادم تنور, زي البومب بتاع العيد لما اخبطه في الارض يطلع نور وصوت. يبقى الكوليجن, في جزء من الكوليجن يطلع لايت وساوند وسيرمال. يبقى الكوليجن بيعمل ايه للطاقه؟ انرجي ترانسفير, في جزء من الطاقه بيتنقل من الجسم للحاجه اللي خبطها, وفي جزء من الطاقه ترانسفورم, يتحول. يبقى ايه؟ يا اما هيت يا اما لايت يا اما ساوند.
ايه الفرق بين جسم سريع وجسم بطيء؟ نبص كده على العربيتين، يا ترى مين فاست ومين سلو من المنظر؟ اكيد العربية دي فاست ودي سلو. ليه بقى؟ الشرح بتاعهم الجسم الفاست مور انرجي، عنده طاقة اعلى، مور فورس بيج دامج. طب واللي ليس انرجي؟ ليس انرجي، ليس فورس، ليس دامج. الجسم الصغير طاقته قليلة، تدميره قليل. طب ليه بيقولوا للناس يا جماعة اوعى حد يسوق بسرعة؟ عشان اللي بيسوق بسرعة الكاينتيك انرجي بتاعته عالية، ولما يخبط حاجة يعمل مور دامج، يعمل تدمير اكتر، يعمل حادثة كبيرة. يبقى لما نعمل درايفنج فاست نسوق بسرعة فيري دينجرس، لان السبيد انكريز، كاينتيك انكريز، فورس انكريز، مور دامج، يعمل تدمير اكتر. طيب ايه المنظر الفرق بين العربيتين دول؟ العربيتين دول الفرق بينهم ايه؟ دول خبطوا ببعض، ده عمل كوليشن وده عمل كوليشن. نبص كده المنظر ونركز. الفرق بين العربيتين دول، دول خبطوا بعض اوبوزيت، عكس بعض، ولكن دول خبطوا بعض ايه؟ سيم دايركشن. طب مين اللي يعمل تدمير اكتر؟ عربيتين خبطوا اوبوزيت ولا عربيتين خبطوا سيم؟ لو عربيتين خبطوا في وش بعض يعملوا تدمير اكتر، عربيتين خبطوا عكس بعض يعني ماشيين ورا بعض تدمير اقل. عشان كده لو انا ماشي في البريك وخبطت صاحبي، انا ماشي كده وهو ماشي عكسي في وشي، الخبطه تبقى قويه قوي، لكن لو خبطته في ظهره كده تبقى الخبطه اقل. يبقى نقول كده حتى في حوادث العربيات، العربيه اللي ماشيه عكسي تدميرها اكبر، عشان كده بينبهوا ان العربيه تمشي في اتجاه واحد، خط ذهاب وخط عوده. طب يبقى لو تو كار الاثنين اوبوزيت دايركشن، ايه اللي يحصل لو اوبوزيت دايركشن؟ احفظها صم، اوبوزيت دايركشن مو او دامج مور سترونج، مور دامج. يبقى لو اوبوزيت دايركشن دامج مور سترونج، التدمير اقوى. طب لو هما الاثنين سيم دايركشن، لو سيم دايركشن دامج ليس سترونج، التدمير اقل، عشان كده خسارته في العربيه تبقى اقل، العربيه مش هتبوظ زي الخبط العكس. نحل الاسئله. اول سؤال هنا بيقول لي amount of kinetic energy depend on ايه؟ الكاينتيك بيعتمد على الماس ويعتمد على السبيد. رقم 2 الفاست هاف نقط كاينتيك انرجي، مور كاينتيك انرجي، والسلو ليس كاينتيك انرجي. باي انكريز سبيد، كل ما السرعه تزيد الكاينتيك برضو انكريز. ليسون 4 بيتكلم على، هنا بيقول لي احنا بنراجع الكلام، هو بيقول لي باي انكريز سبيد، كل ما السرعه تزيد كاينتيك انكريز. باي انكريز سبيد، باي انكريز ذا فورس كاينتيك انكريز، باي انكريز سبيد كاينتيك انكريز. بس عمل تجربه، جاب كلاي، كلاي يعني صلصال، وجاب كارد بورد، كارت كده، وترابيزه خشب. اول خطوه جاب الكلاي، الكلاي اللي هو الصلصال، وعمله على ارتفاع 1 متر، وراح رماه على البليت فورم، وابتدى هنا يشوف الكلي حصل له ايه. لما ارمي الصلصال على الترابيزه هبص الاقي الشيب تشينج، الشكل اتغير، الشكل مش هيبقى منظم، هيبقى ايريجولار. يبقى لو قال لي الكلي لما نرميه على الترابيزه الشكل هيبقى ايريجولار. بعد كده المره دي كرر التجربه، خد الكلي على ارتفاع 1 متر، بس المره دي زقه بجنتل فورس، زقه بقوه بس قوه بسيطه عشان الفورس تزيد، السرعه تزيد. طيب بص لقي ايه اللي حصل؟ الشيب مور تشينج، الشكل اتغير اكتر، الصلصال زقته بقوه بس قوه خفيفه اتغير اكتر، والشكل بقى مور ايريجولار مش منظم اكتر. طيب كرر التجربه بس المره دي عمل بهارد فورس، قوه قويه، زق الصلصال بقوه يعني مور سبيد. طب يا ترى الشكل يتغير ولا ما يتغيرش؟ هقول له الشيب مور تشينج، اتغير اكتر وبقى مور الريجولر، كومبليتلي الريجولر مش منظم خالص، الشكل باص خالص. اول مره زقه من ارتفاع 1 متر وسكت، تاني مره زقه بقوه بسيطه، تالت مره زقه بقوه قويه، كل مره من دول الشكل بيبقى مور الريجولر مش منظم اكتر. يبقى كل ما الفورس انكريز، كل ما القوه تزيد، السبيد والكاينتيك انرجي تزيد، ما احنا قلنا الكلام ده. طب كل ما الكاينتيك انرجي انكريز يعمل مور دامج، ده بيفكرني بموضوع العربيه، العربيه اللي مشيت بسرعه اكتر اتدمرت اكتر. عايزين ناخد تأثير الماس. بعد كده بيقول لي علاقة الماس، احنا عرفنا علاقة السبيد، كل ما السرعة اكتر تعمل دامج اكتر، كل ما السبيد انكريز كاينتيك انكريز. علاقة الماس بقى بالكاينتيك،
نبص هنا لارج تراك، عربية كبيرة شاحنة كبيرة عندها بيج ماس وزن أكبر، بيج إنجن محرك أكبر، مور فيول مور كاينيتك، محتاجة بنزين أكتر وعندها طاقة كاينيتك أكتر. طب العربية الصغيرة سمول ماس سمول إنجن لس فيول لس كاينيتك، يبقى كل ما الماس يزيد الكاينيتك تزيد. نبص هنا بيقول لي جيف ريزون ليه التراك الوزن بتاعها 1 طن الكاينيتك بالإنرجي بتاعتها أقل من التوتن. هقول له when the mass increase kinetic increase. هنا بيقول لي what happened bicycle moving with speed، عجلة ماشية بسرعة 50 متر بالأور كيلومتر بالأور hit a person خبطت شخص. هقول له يعمل له some injuries، واحفظ الإجابة دي، يعمل له some injuries but will survive، هيعيش، يعمل له كم إصابة كده لكن هيعيش. طب لو عربية خبطت واحد، إيه ده نفس السرعة، بيقول لي عجلة سرعتها 50 كيلومتر بالأور وعربية سرعتها 50 كيلومتر بالأور. طب العجلة خبطت الولد والعربية خبطت الولد، هقول له هنا live will be endangered، الحياة هتبقى في خطر. طب ايه الفرق؟ ما الاثنين نفس السرعة. قال لك عشان البايسكل سمول ماس، العجلة وزنها صغير، لكن الكار مور ماس. جي واحد زميلي زقني واحد زميله رفيع والتاني زميلي تخين وقوي، الاثنين زقوني بنفس السرعة، مين اللي ممكن يوقعني اقوى؟ هقول له التخين. كل ما الماس انكريز يبقى مور دينجر. اول سؤال في ترو اور فولس، البيج تراك بيج ماس والسمول الكار هاز بيج انجن. نمبر 2 اف ذا ماس انكريز كاينيتك انرجي انكريز، طبعا صح. هنا بيقول لي انرجي كونفرزيشن ديورينج كوليشن، تحويل الطاقه اثناء التصادم. بيقول لي وين يو بلاي ا جيم وذ ماربل، لما العب لعبه بالبلي الكاينيتك انرجي هيروح من الهاند الاول ماربل، وبعد كده اول ماربل اول بلية، ماربل يعني بلية، اول ماربل تخبط في تاني ماربل الكاينيتك انرجي تروح من الاولى للتانية من التانية للتالتة وهكذا. بس جزء من الانرجي بيروح في ايه؟ في الساوند والسيرمن، الاقي البلي بيسخن وبيطلع صوت. طيب هيجيب لي هنا تجربة وهنبتدي اشوفها فيديو. التجربة دي اسمها نيوتن كريدل. النيوتن كريدل دي لعبة كده، هو بيبتدي اول ما يرفع الكرة الحديد اللي انا بشاور عليها كده يبقى طاقة بوتنشال، اول ما تقع الكوره يبقى تحولت من بوتنشال لكاينيتك، الكوره دي تنقل الكاينيتك لاختها لاختها لاختها، وفي جزء من الانرجي بيروح لساون وبيروح لسيرما. يبقى نيوتن كريدل، اللعبه بتاعت نيوتن كريدل دي اول ما ارفعها تخزن بوتنشال انرجي. طيب وبعد كده لما ارميها، اول ما ارميها ونشوف الفيديو يفهمنا اكتر، اول ما تتحرك البوتنشال انرجي يقل والكاينيتك يزيد، ما احنا قلنا الحاجه لما تقع البوتنشال يقل والكاينيتك تزيد. طيب في الكاينيتك انرجي بتروح من البليه الاولى للبليه الثانيه وهكذا. طب في جزء من الانرجي بيروح لايه؟ في جزء من الانرجي بيتحول لساوند، الاقي صوت الخبطه، مش الكور دي لما تخبط في بعض تطلع ساوند؟ يبقى جزء من الكاينيتك انرجي تشينج انتو ساوند، حلو. وفي جزء من الكاينيتك انرجي تشينج انتو ثيرمال، لما اجي المس الكور البليه دي الاقيها سخنه، سخنت بسبب ايه؟ قوه الفريكشن. طب وفي بعض من الكاينيتك انرجي يتحول لانواع تانية من الطاقه تروح للاير. علشان كده لو سبت النيوتن كريدل بعد وقت، نشوف فيديو طب للنيوتن كريدل. ده شكل النيوتن كريدل، اول ما بيبتدي يرفع كوره، دي نيوتن كريدل كبيره ودي صغيره. اول ما يبتدي يرفع كوره، لو رفع كوره يبقى الطاقه بوتنشال، هو كده يبتدي يرفع كوره كده طاقه بوتنشال. اول ما يرمي الكوره تحولت من بوتنشال لكاينيتك، ابص الاقي دي خبطت في دي وكلهم اتهزوا مع بعض، بس في جزء من الانرجي راح في صوره الساوند، اشغل لكم الصوت، هيبقى جزء من الانرجي راح في صوره الساوند. لو عمل برده كورتين برده الباقي بيتحول من كاينيتك من بوتنشال لكاينيتك، وتحول جزء لساوند وجزء لسيرمال، جزء تحول لساوند وسيرمال ولايت، اوقات يبقى لايت اوقات ساوند اوقات سيرمال. طب لو احنا سيبنا الكريدل بول النيوتن كريدل دي سيبناها فتره، هقول له الكاينيتك انرجي تقل لغايه ما اللعبه دي تقف خالص، يبقى هنا الانرجي حصل لها كونزرفيشن، نوت الطاقة هنا نوت كرييتد نور ديسترويد، ولا الطاقة خلصت ولا اتدمرت، اتحولت من بوتنشال لكاينيتك وثيرمال وساوند. نحل آخر أسئلة وكده يكون إن شاء الله المنهج خلص. هينزل فيديوهات للمراجعة، فيديوهات تجميع الجيف ريزون وفيديوهات للمراجعة الكومبليت كله والساينتفك تيرم كله. أول سؤال هنا بيقول البارت أوف إنرجي تشينج إنتو إيه؟
في جزء من الطاقة احنا بنسمعه يبقى ساوند، مدام هير يبقى ساوند. هنا بيقول لي فريكشن، لو لقينا فريكشن يبقى ثيرمال. كده ان شاء الله نكون خلصنا، واستنوا فيديوهات المراجعة.